قضية التحكيم أيضا كانت من القضايا التي اختلط فيها الحق بالباطل. الباطل رفع فيها شعار الحق. أبو موسى الأشعري يجتمع مع أن الإمام ما كان راضي بأبي موسى الأشعري، ولكن فرض ذلك، فرض هذا الرجل. الإمام حذر أيضا. اجتمع أبو موسى الأشعري ويا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أولا اتخذ تكتيك لخداع أبو موسى الأشعري، أخذ حاول أن يكسب قلبه، أخذ يقدمه، ما كان يتقدم على أبي موسى الأشعري، كان يناديه بتعظيم، كان يقول له يا صاحب رسول الله. عندما كانت الصلاة يحين وقتها كان يقدمه ويصلي خلفه. عندما كان يصير وقت الطعام ما كان يبدأ بالطعام، ما كان يمد إيده إلا إذا أبو موسى الأشعري يقدم يده أولا. بهذه الطريقة كسب قلب أبي موسى الأشعري. هاي قضية خطيرة. في كثير من الأحيان القضايا العاطفية تتدخل في قضية الحق والباطل. واحد يكسب قلب واحد أولا ثم يقترح عليه اقتراح معين، هذا مشترى من الناحية العاطفية، اشتراح عاطفيا وقلبيا. ثم بعد ذلك خلط الحق بالباطل. عمرو بن العاص قال لأبو موسى الأشعري، هذه القضية تجدونها في بحار الأنوار إذا حبيتوا تراجعونها، قال له الآن هنالك فتنة بين المسلمين، علي من جانب ومعاوية من جانب، الدماء يمكن أن تراق، فتنة قائمة، أفضل شيء أن نخلع عليا ومعاوية ونجعل الأمر شورى بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم. لاحظوا خلط حق بباطل. الشورى نظام قرآني وأمرهم شورى بينهم، ولكن أين محل الشورى؟ الشورى تكون في المنطقة التي لا يوجد فيها نص. عندما يكون هنالك نص قرآني، نص نبوي، لا معنى للشورى. هذا مثل واحد يقول حدث هنالك حرب بين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبين أبي سفيان في معركة بدر، في معركة أحد، لماذا تقع هذه الفتنة؟ إحنا خل نخلع كلا الطرفين ونجعل الأمر شورى بين الأمة. صحيح هذا المنطق؟ عندما الله يعين النبي نبيا ماكو مجال للشورى. عندما الله يعين عليا إماما معنى ما كل الشورى. معاوية كان يمثل الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مو أنه اخلع الباغي والمبغية عليه، الأمر شورى ونخلع كلا الطرفين. خدعه أولا، كسبه قلبيا، وخدعه بخلط الحق بالباطل. أبو موسى الأشعري إجا وصعد المنبر أو ما أشبه ذلك وقال
أنه إني خلعت عليا من الخلافة كما أخلع خاتمي من يدي، وطلع الخاتم من إيده ولعله أدخلها في يده الثانية. عمرو بن العاص إجا قال هذا خلع صاحبه، ولكني أثبت صاحبي معاوية في مكانه.